أنا عندنا سؤال. هذا السؤال. الله يسعدك شيخنا. شيخنا في أحد الشباب يقول نحن لا نكفر الجيش، ولكن الذين يقتلون أفراد الجيش عندهم فتوى بأنهم من الطائفة الممتنعة ويقاتلون. الفتوى صادرت من من؟ نعم، من الذي أفتاهم بهذه الفتوى؟ هناك قول بأن الطائفة الممتنعة تقاتل، لا أدري من أين. لا لحظة، كيف الطائفة الممتنعة؟ ممتنعة يعني ممتنعة عن تحكيم، ممتنعة عن تحكيم شرع الله. هل تابعة للدولة ولا خارج ولا مهم تابعة لها؟ هو الجيش تابع للدولة، والدولة لا تحكم الدولة لا تحكم بشرع الله، فيقول نقتل أفراد الجيش. لا لحظة، اللي يقول هذا الأفراد الذي يفعلون هذا الفعل هؤلاء مفسدون في الأرض. نعم. هذا عمل لا يصلح. نعم، هذا فعل لا يصلح، بارك الله فيك، جزاك الله خير.